السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الأول من المرصد الاقتصادي. المرصد الاقتصادي برنامج يأتيكم كل أسبوع عبر قناتكم نوميديا، حيث يتعرض بالتحليل والنقاش إلى أهم القضايا الاقتصادية الوطنية والدولية، حيث في هذا العدد الأول سنحاول تسليط الضوء على البنوك الإسلامية في الجزائر، الواقع وتحديات النهوض. قبل 42 سنة بدأت تجربة البنوك الإسلامية مع أول بنك إسلامي بمفهومه الحديث، وهو بنك دبي الإسلامي الذي أسس سنة 1975. ثم أخذت هذه الصناعة المالية في الانتشار حتى وصلت الآن إلى أكثر من 60 بلدا بأصول تناهز تريليوني دولار، وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 بلدا، لا يبدو أن الجزائر من ضمنها. أخذت الصرافة الإسلامية بعدا عالميا، فنادى كثير من الخبراء بإنشاء نظام مالي جديد يجمع بين ضوابط الصرافة الإسلامية ومرونة الصرافة الغربية، باعتبار أن نظام الرأسمالية الغربية في طريقه إلى الانهيار. وعلى هذا الأساس سارعت دول كبرى كبريطانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا إلى إدراج هذه المنظومة ضمن منظومتها المالية والمصرفية. فما هي الصرافة الإسلامية؟ وما هي أهم الميزات التي جعلتها تحتل هذه المكانة؟ أين الجزائر من هذه التحولات التي سارعت إليها الدول الغربية قبل دول إسلامية؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه هذه المنظومة للمساهمة في بناء اقتصاد ناجع خارج تبعية مطلقة للمحروقات؟ عرفت أصول التمويل الإسلامي في العقد الماضي نموا بمعدلات ملحوظة، وانتقلت من نحو 200 مليار دولار أمريكي في العام 2005 إلى نحو تريليوني دولار في 2016 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. إلا أنه رغم هذا الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا تزال مركزة في معظمها في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وماليزيا. الصرافة الإسلامية لم تتوسع بالمستوى المطلوب في الكثير من الدول الإسلامية على غرار الجزائر، وتمثل أقل من 1% من الأصول المالية العالمية، وتعتمد المعاملات المالية الإسلامية في عملها على مجموعة من العقود أهمها المرابحة والمشاركة، المضاربة، الاستصناع والسلام. المشاركة والمرابحة من أكثر العقود شيوعاً في الصرافة الإسلامية، حيث يتم تطبيقها على مستوى هذه البنوك بنسبة قد تصل إلى 90% من إجمالي تمويلاته، وذلك نظراً لربحها المضمون من جهة ولقصر أجلها من جهة أخرى. وبعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008، سارعت العديد من الدول من بينها الدول غير الإسلامية إلى إدراج هذه المنظومة المالية، خاصة بعد الفشل الذي تأتى من الاعتماد على الصرافة التقليدية، باعتبار أن القيمة التي يتم تداولها في العالم بين الدول والقارات ثلاثة منها فقط تمثل القيمة الحقيقية للسلع، وكله عبارة عن تضخيم للأموال، لأن البنوك والمصارف العالمية تتاجر في النقود، وبالتالي لا تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد. فأصبح الاقتصاد العالمي بفضل النظام البنكي الحالي عبارة عن أهرامات من الديون يتركز بعضها على بعض على أساس ضعيف. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أرحب أيضا بضيوفي هنا في الأستوديو، الأستاذ الدكتور ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام وأستاذ المالية الإسلامية بجامعة ستراسبورغ وباريس دوفين، اهلا بك سيدي. اهلا وسهلا اخي، شكرا على ايضا ارحب بالاستاذ فارس مسدور الخبير الاقتصادي. الله يسلمك، اهلا بك سيدي. ومعنا على الهاتف ايضا من ماليزيا الدكتور سعيد بوهراوة، كبير الباحثين ومدير قسم الشؤون البحثيه الاسلاميه بالاكاديميه العالميه بماليزيا. ايضا من فرنسا معنا الاستاذ محمد بشير ولد الساس، استاذ الاقتصاد بجامعه ستراسبورغ، اهلا بكم جميعا. استاذ ناصر حيدر، يعني لو بدات معك، سؤال مباشر وواضح، ما الذي يميز البنوك الاسلاميه في ادائها وعملها عن غيرها من البنوك التقليديه او الربويه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أبارك لقناة ميديا نيوز هذه الحصة الجديدة التي تعنى بمسائل الاقتصاد.
المرصد الاقتصادي، وتذكرني يذكرني اسم هذه الحصة بأحد أول ما ألف في علم الاقتصاد هنا في الجزائر، ألف الشيخ عبد القادر البجاوي واحد أحد كبار علماء هذا البلد مع الشيخ عمر بريهمات كتاب في 1904 سموه المرصاد في مسائل الاقتصاد، يعني وهذا من بين أول ما ألف يعني في العالم الإسلامي في علم الاقتصاد ككتاب منهجي أكاديمي يعني موجه لتدريس هذه المادة في المدرسة الجزائرية العليا آنذاك. وكذلك ربما أثني على ما تفضلتم به من كان حقيقة أول بنك يشتغل وفق قواعد الشريعة الإسلامية هو بنك دبي الإسلامي في 1975، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية. ولكن إرهاصات هذه التجربة كذلك تضرب بجذورها في هذا البلد أيضا، وتعود كما أثبت ذلك صديقنا يعني الدكتور عبد الرزاق بن عباس في أحد بحوثه أن أول تجربة لإنشاء مصرف تقوم معاملته على أساس الشريعة الإسلامية كان كذلك بالجزائر بمبادرة من الشيخ أبي اليقظان الذي نادى بذلك في جريدة وادي ميزاب في 1929، هو أحد أعضاء المؤسسين لجمعية علماء المسلمين الجزائريين. وقد استجاب لهذه الدعوة الكثير من التجار ورجال أعمال الجزائريين أنذاك، واجتمعوا في نادي الترقي وأسسوا المصرف الإسلامي الجزائري، وهو أول يعني مبادرة وأول محاولة لتأسيس مصرف تقوم عملته على أساس قواعد الشريعة الإسلامية. فللجزائر إذن حظ واسع وباع كبير في إحياء هذا البعد الشرعي في الممارسات المصرفية التي يكتنفها كما تعرفون إشكالية يعني الربا في المعاملات التي تقوم على أساس اقتراض الودائع أو الموارد المالية من المودعين مقابل دفع فوائد عليها، وإقراض هذه الموارد المالية للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات للاستجابة أو تغطية احتياجاتهم التمويلية مقابل تقاضي فوائد على هذه القروض. فالوساطة المالية بمفهومها العصري الحديث تقوم على أساس عقد اقتراض وعقد إقراض بالفوائد، وهو يطرح إشكال شرعي. فقامت المؤسسات المصرفية هذه التي تلتزم في تعاملاتها بقواعد الشريعة لتقديم البديل. ما هو هذا البديل؟ البديل هو تعويض وإحلال عقود تقوم على أساس البيع، تقوم على أساس الاستثمار، بدل تلك العقود التي تقوم على أساس عقد القرض. فمن حيث جلب الموارد تقوم المؤسسات المصرفية الملتزمة بقواعد الشريعة يا إما باقتراض الموارد في حسابات جارية دون دفع عائد عليها، وهذا لا إشكال شرعي فيه، أو يعني استقطاب أو جلب هذه الرأسمال في إطار عقود استثمار تسمى من ناحية شرعية عقود مضاربة أو عقود وكالة بالاستثمار، ويكون أصحاب الأموال أرباب المال في عقد مضاربة، هو شراكة بين رب المال ومضارب يستثمر ذلك المال على أن يكون الربح المتأتي من ذلك الاستثمار يعني بينهما بنسب يتفقان عليها في عقد المضاربة أو عقد فتح الحساب. سنستفيد يعني في آليات أو أدوات يعني الصرافة الإسلامية. أستاذ فارس، سمعت ما قال الدكتور ناصر حيدر، لكن يبقى ربما عندي إشكال علاقة البنك المركزي يعني بالبنوك الإسلامية. يعني والله قد يريد أحد المواطنين مثلا شراء سيارة أو منزل من مصرف إسلامي، لكن ربما قد يستشكل لديه بعض الأمور، هو أنه البنك الإسلامي يتعامل يعني أو يخضع لضوابط يعني البنك المركزي. هل يؤثر هذا يعني على شفافية الأهداف التي جاء من أجلها البنوك الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. البنوك المركزية تعاملت بطرق مختلفة مع البنوك الإسلامية، منها من قبلت قبولا كاملا متكاملا لهذه البنوك، وأنشأت لها قانونا خاصا يتم التعامل بناء عليه معها. وبعض البلدان التي فيها بنك مركزي رفضوا رفضا قاطعا أن يستقبلوا بنوكا إسلامية أو أن يفتحوا أي بنك إسلامي، ودول أخرى تتعامل مع البنوك الإسلامية تعاملها مع البنوك الكلاسيكية الأخرى، ولم يخصص لهم قانونا
خاصا. الجزائر هي من ضمن هذه الدول التي لم تعطي خصوصية للبنك الإسلامي إلا بنك البركة الذي يوجد اتفاقية بينه وبين البنك الجزائر، لأنه كانت في ظروف معينة، وأن الجزائر هي التي يعني كانت لها المبادرة لاستقبال هذا البنك وإقامة شراكة معه. وبالتالي فالتعامل مع البنك المركزي إلى الآن ما يزال تعاملا كلاسيكيا عاديا يعامل البنوك الإسلامية في الجزائر أنها بنوك تجارية يعني لا يمكن تمييزها. وهذا نأمل أن يتم تجاوزه خلال هذه المرحلة القادمة بعد أن فتحت الأبواب أمام المنتجات الإسلامية مع بنوكنا العمومية ومع البنوك الخاصة. فارس، يعني هل أفهم من كلامك أن هذه العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية تحد يعني ولو جزئيا من بعض الأهداف التي جاءت من أجلها البنوك الإسلامية؟ لأنه الأصل أنه إذا أردت أن تجدد أو أن تحدث نوعا من التجديد في منظومتك المصرفية يفترض أن تغير قوانينك وتكون هنالك مرونة في التعامل مع هذه البنوك التي لها ميزات خاصة، خاصة وأنها تتوافق تماما مع دستورنا الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن مادة أخرى يعني تعاقب من يخالف قواعد الشريعة الإسلامية. وبالتالي يعني بالنظر إلى هذه القواعد الأساسية لدينا نوع من القاعدة المهيئة لاستقبال منظومة بنكية إسلامية حتى وإن كانت بالموازاة مع المنظومة الكلاسيكية. وكأننا نقول للناس من أراد التمويل الإسلامي الباب مفتوح، ومن أراد التمويل الكلاسيكي فله ذلك. ولكن أن نبقى مع نفس القوانين دون أن نغير ولا نأقلم قوانيننا مع هذه البنوك التي تحتاج إلى الحماية، يعني هذه عقد المضاربة وعقد المشاركة يحتاج لقوانين تحميه، لأن الآن نحن ندخل في شراكة حقيقية. البنك الإسلامي يدخل في التمويل ويعني بشكل يعني أكبر، سواء المواطن الزبون تحمي البنك وتحمي المودعين أيضا، لأن هذه البنك يتاجر بأموال المودعين، يضارب في أموال المودعين. وبالتالي إذا بقيت قوانينك دون تغيير فأنت تعرض هذا البنك للكثير من المخاطر، يضاف إلى المخاطر الكلاسيكية التي تتعرض لها البنوك بشكل عادي. نعم، جميل جدا. أستاذ حيدر، سمعت ما قال الأستاذ فارس مسدور. نعم. هل يبقى يعني البنك الإسلامي إسلاميا في ظل هذا الواقع؟ نعم، فقط أكمل يعني كنت تحدثت على يعني الفروقات بين المعاملات المصرفية الملتزمة بقواعد الشريعة وغيرها. قلت من حيث جلب الموارد تقوم المعاملات على أساس عقد الوديعة أو القرض بدون فائدة، أو عقد المضاربة مقابل تقاسم الأرباح الناتجة عن الأموال المودعة. استخدام الأموال المودعة، تستخدم الأموال المودعة عن طريق عقود شرعية تقوم إما على أساس البيوع، عقود المعاوضات كالمرابحة والبيع بالتقسيط والبيع الآجل وبيع السلم وبيع الاستثناء، وكلها صيغ يعني تنشئ مديونية، ولكنها مديونية مقابل عقود بيع وليست مقابل إقراض، عقود إقراض، وهذا الفرق الجوهري. الصنف الثاني هي عقود المشاركات، كعقد المشاركة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقصة، وعقد المضاربة وغيرها كعقد المزارعة والمغارسة والمساقات، وهي عقود تقود على أساس مشاركة البنك في مشاريع أو عمليات تجارية أو استثمارات مقابل تقاسم حصة من الأرباح مع صاحب المشروع. فهذه الصيغ المستعملة. الآن وجود هذه الصيغ والمعاملات تقوم بها مؤسسات مصرفية في ظل كما تفضل الدكتور فارس وجود قانون مصرفي واحد لا يميز بين هذه المعاملات من حيث التكييف القانوني ومن حيث التأسيس القانوني، وكذلك منظومة يعني تنظيمية للبنك المركزي الذي يعني مهمته الأولى هو الإشراف وتنظيم العمل المصرفي ووضع الضوابط والأطر لممارسته، لأنه عمل منظم، عمل حساس، عمل مهيكل للاقتصاد، ولا يمكن أن يترك هكذا يعني سبهللة. فيعني وجود هذه المعاملات في ظل منظومة واحدة تقليدية لا تميز لا يمنع يعني من يعني وجود هذه المعاملات أو تطورها، ولا يحول دون ذلك، ولا يشكل عائق
يعني مانع يعني يحول دون نمو وتطور هذه المعاملات. ولكن يعني غياب هذا التأسيس القانوني قد يجعل نوع من الضبابية والغموض في يعني ضبابية فقط أستاذ، ربما هذا يطرح إشكال لدى المواطن أو لدى الزبون. هذا بأقصد قد يقول لك بما أنه البنك المركزي يتدخل يعني في عمل البنوك الإسلامية، ربما هذا قد يؤثر على الشفافية أو على الأهداف التي جاءت من أجلها البنوك الإسلامية، وربما هذا قد يدفع بالزبون أو المدعي يعني ربما إلى التراجع قليلا إلى التشكيك في المسألة. نعم نعم، هذا ما أقصد، هذا أقصد أنه يعني هذا الضبابية، بمعنى أنه البنك المركزي هو يفتح المجال، فتح المجال أمام بنك البركة، هو أول بنك يعني ذو رأس مال خاص، أول بنك يعني ذو رأس مال أجنبي يدخل السوق المصرفي الجزائري بعد فتح السوق المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض الذي صدر في 1990، ثم تلاه مصرف السلام برؤوس أموال عربية كذلك لممارسة عمليات مصرفية تقوم يعني على أساس قواعد الشريعة كلها، ثم تداعت بنوك أخرى لفتح نوافذ إسلامية أو تقديم خدمات مصرفية تراعي قواعد الشريعة الإسلامية. فالبنك المركزي لم يمانع من ذلك ولم يعترض على ذلك، وإنما ينظر إلى هذه المعاملات على أنها معاملات مصرفية عادية، ويسمح للبنوك أن تصممها وأن تهيكلها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. يعني لا يوجد مانع مثلا أنه في ظل قانون نقد القرض أنه البنك الذي يريد أن يتعامل وفق قواعد الشريعة بدل أن يقرض الأموال للمؤسسة الاقتصادية لتشتري عتاد أو تشتري مواد أولية أو يقرض أموال لمواطن حتى يشتري سيارة كما تفعل البنوك التقليدية، يقوم المصرف بشراء ذلك العتاد ويؤجره مثلا للمؤسسة إيجار المتهيئ بالتمليك. هنا أنا نحن أمام عقد إيجار، ويستفيد المتعامل من الأجل الذي يتيح له تسديد أقساط الإيجار قبل أن يتملك في نهاية المطاف العين المؤجرة. كذلك الأمر بالنسبة للبيع بالتقسيط، مواطن يشتري سيارة بدل ما البنك يقرض ويطالبه بسداد القرض بفوائد يشتري السيارة المصرف ثم يبيعه إياها بالتقسيط ويدفع يعني أرباح البنك في إطار عقد بيع انطلاقا من قوله تعالى أحل الله البيع حرم الربا. إذن ما أريد أن أقول هو أنه يحبذ وجود هذا الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة هذه العمليات بكل وضوح وفي إطار يعني ما ينص عليه القانون صراحة، ويحبذ كذلك مثل ما فعلت بعض الدول الآن مثلا في المغرب، صدر تعديل لقانون البنوك أضاف فصلا كاملا خاص بالبنوك التشاركية، لأن المهم لا هم التسمية وإنما هم الجوهر. هناك قاعدة شرعية تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا تهم التسمية. فالبنوك تشاركية، وهناك كذلك مجموعة من الأنظمة يصدرها بنك المغرب لتنظيم هذه المعاملات حتى يعني تراعي خصوصياتها وتراعي يعني مميزاتها الشرعية. كذلك في لبنان البنك كما تعرفون جزء من سكانه مسيحيين، يعني هناك قانون خاص بهذه المؤسسات البنوك الإسلامية كما تسمى هناك، وكذلك أنظمة في البنك المركزي هناك رواق خاص بالأنظمة الخاصة بهذه البنوك وتأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها. فهذا أمر محبذ، ولكن أؤكد وأقول أنه ليس شرطا سابقا وليس يعني أمر يعني ضروري أن توجد هذه المعاملات وأن تنمو وتتطور. بل أنا من الذين يقولون أن الواقع الاقتصادي هو الذي يجب أن يفرز الإطار القانوني والتنظيمي وليس العكس، لأن مثلا في تجارب حاولنا خلق بعض الأنشطة مثلا في الجزائر في 95 مثلا حاولنا إنشاء ما يسمى بصناديق الاستثمار، وصدر بذلك قانون هذا الصناديق الاستثمار في القيم الجماعية لزوبيسيفيان، وهناك مجموعة من الأنظمة من لجنة عمليات البورصة خاصة بهذا الصناديق، ولكن لحد الساعة هذه 22 سنة لا يوجد صندوق استثمار واحد لم تفعل يعني لم تفعل في الواقع. هذا دليل على أنه الواقع الاقتصادي هو الذي لابد أن يفرز التأطير القانوني وليس العكس، وبالتالي يعني المجال مفتوح، وإن شاء الله هناك انفتاح من قبل السلطات العمومية لفتح المجال لكل البنوك التي ربما تبقى يعني متأخرة يعني في إصدار قوانين ربما تعطي دفع أكبر لهذه المنظومة، على خلاف يعني بعض الدول مثل دول النمور الآسيوية مثل ماليزيا إندونيسيا التي أعطت يعني دفعة كبيرة لهذه المنظومة. وفي على حول تجربة يعني أستاذي كريمين حول تجربة ماليزيا ربما يلتحق معنا
عبر الهاتف الدكتور سعيد بوهراوة، كبير الباحثين ومدير قسم الشؤون البحثية بالأكاديمية العالمية بماليزيا. أهلا بك دكتور سعيد بوهراوة. سيدي أهلا بك. نعم صباح الخير أستاذ. أستاذ يعني لو تحدثنا بلمحة مختصرة عن التجربة الماليزية في مجال الصرافة الإسلامية، خاصة وأن المجلس الفرنسي كان قد نظم ندوة علمية حول هذا الشأن، وكنتم أنتم يعني من بين الفاعلين في هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكركم على الاستضافة، وفعلا التجربة الماليزية تجربة عريقة، بدأت بصندوق الحج في 69، ولكنه كان عمل يعني مش عمل شمولي، ثم انتقلت إلى بعد منظم شمولي وهو إصدار قانون الصرافة الإسلامية سنة 1983، ثم تأسيس أول مصرف إسلامي وهو بنك إسلام، ثم 1984 كذلك أصدرت قانون التكافل أو التأمين التعاوني، وتم كذلك تأسيس شركة تكافل ماليزيا. ماليزيا يعني نظرت إلى المالية الإسلامية نظرة شاملة، ثم الشيء الذي يعني ساهم في إنجاح المالية الإسلامية الماليزية أنها يعني اتخذت مقاربات متكاملة. أولا المالية الإسلامية من أهم أسرار نجاحها أن الدولة هي التي تبنتها، يعني الدولة الماليزية بهياكلها وزاراتها، ورئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد هو أول من تبنى المالية الإسلامية، يعني دعم مسألة تأسيس إطار قانوني ثم للصيرفة ثم للتكافل، ثم أسهم في تأسيس الجامعة الإسلامية العالمية لأنه كان يؤمن بأن نظام مصرفي إسلامي بدون يعني إطارات بشرية، بدون رأس مال بشري، يعني أموره لن تسير بالسير الذي يريده. ثم كان في خطة لرفع المالية الإسلامية، ولعلمكم الآن نسبة المالية الإسلامية من المالية عموما أو الصيرفة من الصيرفة عموما تتجاوز 29%. ثم كذلك وضع استراتيجية واضحة، تعرفون بأن ماليزيا عندها ما يسمى رؤية 2020، وهذه الاستراتيجية تناولت الجانب التعليمي، الجانب التأهيلي، الجانب التأسيسي، الجانب القانوني، وضع القوانين، ثم قضية مراجعة القوانين وتحديثها، وما يسمى التأسيس ما يسمى ب موضوع المواءمة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ففي البنك المركزي لجنة المواءمة، فيه ضبط مسألة صرافة إسلامية بحيث إلزام المحامين المشاركين في صناعة عقود المصارف الإسلامية الحصول على شهادات في الصرافة، فيه نظرة مستقبلية، وفيه أهم شيء أنه الدولة الماليزية اعتبرت هذا السوق كما نقول احنا في كان مارشي سوق، وهو بوابه للاستثمارات الاجنبيه وبوابه لتسهيل التعامل، فيعني سارعت اليه والان هي دوله رائده. سمعت استاذ بوهراوة، يعني في هذه النقطه بالتحديد لو تعطينا يعني مقارنه بين النظام الصرافي الاسلامي والتقليدي هناك يعني في ماليزيا، يعني اي المنظومتين اكثر نجاعه في الاقتصاد الماليزي؟ قلت لك الصرافة الإسلامية بدأت كانت عندها 5 7 9، ولكن بدعم محافظة البنك المركزي الماليزي السابقة والمحافظ الحالي وضعوا خطة مضبوطة برفع حصة المالية الإسلامية، كانت 5 ثم 9، ثم كانت الخطة في 2016-17، الآن هي 29، الخطة كانت 17% فقط من مجموع المالية التقليدية، الآن وصلت إلى 29، فيه دراسات تقول بأنه قبل 2019 ستصير إلى 40. نعم. ومن أكبر الأدلة أنه أكبر مصرف في ماليزيا هو ماي بانك إسلاميك أو ماي بانك، مصرف ماي بانك، الآن الأصول الإسلامية، وهذا أمر جيد يطالع عليه في الإنترنت،
أصول الإسلامية أكبر من الأصول التقليدية. أصول الإسلامية الآن بين 51 و53%، والآن حتى CIMB إسلاميك هو ثاني أكبر بنك لما رأى ماي بنك وصل إلى أغلبية أصوله إسلامية الآن يسعى إلى هذا الغرض. أفين إسلاميك بنك آخر وضع شعار برايوريتي إسلاميك، الأولوية للصيرفة الإسلامية. نعم جميل جدا، جميل جدا. حتى الآن الدول المجاورة هونغ كونغ وسنغافورة لما رأوا بأن هذا المقاربة عن هذا المارشي هذا ناجح، الآن كلهم يتسارعون للتبشير به في بلدانهم. فتصور دولة ليست لها أصلا نسبة إسلامية في هونغ كونغ وغيرها، في سنغافورة أقل من 18% مسلمين، معظمهم صينيون على هنود، ولكن أكبر داعم، هذه الدول تعتبر أكبر داعم للإسلامية من مقاربة براغماتية مصلحية استثمارية وما إلى ذلك. دكتور سعيد بوهروة، كنت معنا من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. أستاذ فارس مسدور، يعني لو أعود إليك، سمعت الدكتور بوهروة يقول إن حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية العامة لماليزيا تمثل 29%، هذا ربما مؤشر جد إيجابي، في حين تبقى يعني الجزائر تعتمد أو حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الجزائرية لا تتعدى 2 أو 3%. لماذا هذه الهوة الرهيبة يعني بين الدولتين؟ أولا أن ماليزيا هي أقدم من الجزائر في تبني المصرفية الإسلامية، وأنهم انتشروا انتشارا أفقيا، بينما في بلادنا عمر المصرفية الإسلامية رجعوا إلى التسعينات كممارسة عملية حقيقية. ولكن هذا لا يمنع من أننا نقول بأن الشعب الجزائري متعطش جدا للمصرفية الإسلامية، وأن السنوات القليلة القادمة ستبين أهمية ذلك، خاصة وأننا نعرف تجارب بعض البنوك الأجنبية التي دخلت إلى الجزائر والتي دخلت في شكل بنوك كلاسيكية، إلا أنها تبنت منتجات إسلامية، إذا بالناس يعني يطلبون هذه المنتجات، فأصبحت 90% من معاملة هذه البنوك هي معاملات إسلامية. الجانب الثاني أننا كنا نتكلم عن ليس أسلمت، لأن الإشكال قضية الأسلمة هذه قد تثير الكثير من المشاكل، أبعاد إيديولوجية ونزاعات، يعني نحن في أمس الحاجة إلى أن نبتعد عنها. الذي يهمنا الآن هو أن نقنن هذه العقود كعقد المضاربة والمرابحة والسلم والتأجير، ونعترف بها اعترافا رسميا في المنظومة القانونية الجزائرية. غدا عندما يدخل البنك إلى المحاكم في نزاع مع أحد زبائنه، لابد أن يكون هذا العقد عقدا معتمدا في القوانين الجزائرية، وبالتالي هذه هي الثغرة الكبرى التي يجب أن نشتغل عليها الآن. الجانب الثاني، الجزائر حتى وإن كانت متأخرة في تطوير وتوسيع دائرة المصرفية الإسلامية، غير أننا سلنا بخطوات ثابتة ومتقدمة، ولم نتبنى تلك المظاهر الشعبوية لمنظومة تحتاج إلى تأصيل وتقعيد قانوني لازم. نعم، ربما سنتعمق أستاذ فارس أكثر في التجربة الجزائرية، وما هي أهم العراقيل التي تحد من واقع الصرافة الإسلامية في الجزائر، لكن لابد أن نستقطع عند هذا الفاصل الإشهاري ثم نعود بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أما الآن سنحاول أن نعرض تقريرا ربما يفصل في التجربة الجزائرية في مجال الصرافة الإسلامية. في الوقت الذي كانت تسارع فيه العديد من الدول بما فيها الغربية إلى الاعتماد على نظام الصرافة الإسلامية كدعامة للصرافة التقليدية، تعاني الجزائر من تأخر في اعتماد هذا النظام المالي بالرغم من امتلاكها لكل مقومات النجاح. شوفوا كاع الدول العالمية راحت المالية في الإسلام، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل دول متقدمة، صبحت غير الدول المتخلفة هي اللي ما عندهاش، رغم أنها مسلمة ما عندهاش المالية في الإسلام. وإحنا اليوم نشوفه في الجزائر باللي المالية في الإسلام بدأت تدخل رغم عدم وجود القوانين. شوفوا قانون النقد والقرض ما فيش يهضر على المالية في الإسلام. إحنا نبعتوا سؤال ولا نبعتوا كما يقول لك إشكال للحكومة الجزائرية الحالية، لماذا في النظام الاقتصادي الجديد ما دخلوش المالية في الإسلام؟
اليوم نشوفوا نسبة الفائدة في السوق الجزائري 8%، هذا يحطم الاقتصاد، وماشي الإسلام اللي قال هكذا، علماء الاقتصاد، أكبر علماء ريكاردو هكذا أكبر قال كل مال ما يديرش الضوء تاعو حتى يؤول نسبة الفائدة إلى الصفر. الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تراجع أسعار البترول ستدفع حتما الحكومة إلى إعطاء اهتمام أكبر بالبنوك الإسلامية نظرا لمرونتها في خلق اقتصاد ناجع وشفاف من خلال تعبئة الموارد المالية وتطوير الجانب الفني المالي والمصرفي. الآن فيه تناغم بين البنوك أو بين المالية التقليدية والمالية التي تسمى إسلامية بأنها مالية شفافة أولا، ثانيا فيها جانب تعاقدي وقانوني كبير، وثالثا فيها منافسة من حيث العوائد ومن حيث المخاطر، بحيث أنها تمكن من يأتي للبنك أو يأتي للمؤسسة المالية أنه يخطأ. فنحن إذن في إطار إثرائي للساحة المالية المصرفية، وهذا الإثراء لا يمكن أن يكون إلا في صالح تنمية الموارد، تعبئة الموارد وتمويل الاقتصاد. عودة الحديث في الوقت الراهن عن طرح القرض السندي المعلن عنه مؤخرا في شكل صكوك يعتبر بمثابة انطلاقة فعلية للتعاملات المالية الإسلامية في الجزائر. صكوك إسلامية ومعاملة بنكية حلال أدوات أصبحت من متطلبات السوق في ظل نفور المواطنين من التعاملات الربوية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ربما قبل مناقشة التجربة الجزائرية سيلتحق بنا من باريس أستاذ الاقتصاد بجامعة ستراسبورغ الدكتور محمد ولدساس. دكتور أهلا بك سيدي. دكتور يعني بشير، لماذا هذا الاهتمام الكبير من الفرنسيين سواء الحكومة أو الخبراء الفرنسيين خاصة ومن الدول الغربية بهذه المنظومة المصرفية؟ جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام ولشعب الجزائر الأصيل كله ولكل المشاهدين هذه قناة نوميديا، وخاصة نقدم تحية أولية خاصة لهذا البرنامج الجيد المرصد الاقتصادي على قناتكم الموقرة. إذن للإجابة على سؤالك يعني بشكل واضح يا أخي، دعني أقول لك أولا أنه ليس فقط الدول الغربية مثل فرنسا هي التي تهتم بالصرافة الإسلامية وبالصناعة المالية الإسلامية، وإنما حتى البنوك الدولية. وأدلك على دراسة نشرت هذا الأسابيع الماضية من طرف مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي نفسه يقر في دراسة بأن الصناعة المالية الإسلامية وخاصة ومن ضمنها الصرافة الإسلامية تعتبر رافعة قوية للتنمية ورافعة قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. يعني ils ont considéré que c'est un levier important pour le développement et pour réduire l'exclusion financière et pour aussi assurer le maximum de la justice sociale. واسمح لي يعني نقول هذه الجملة بالفرنسية أيضا حتى تكون الأمور واضحة. إذا الآن يعني لماذا أيضا الدول الغربية مثل فرنسا تهتم بالصناعة المصرفية الإسلامية؟ نعم هناك اهتمام يعني لاحظناه منذ عدة سنوات، منذ سنة 2010 مثلا. هذا الاهتمام تجلى في عدة أمور. تجلى أولا في المؤتمرات العلمية التي نظمت في فرنسا، نظمتها غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع طبعا مع خبراء غربي خبراء مختصين، حتى للسنة حتى مجلس الشيوخ الفرنسي نظم في السابق يعني مؤتمرا خاصا بهذه الماليه الاسلاميه، لان الناس يعرفوا مصلحتهم وين تكون، عارفين انه الماليه الاسلاميه او الماليه التشاركيه يعني جزء مهم لتعبئه الموارد ولتحقيق التنميه، فهم يعني حيث توجد المصلحه الاقتصاديه يغضون الطرف عن جوانب اخرى وهميه. عفوا دكتور، يعني لو سمحت أنا أريد أن أفهم ما الذي حققه هذا النظام لفرنسا، يعني هل هناك فوائد ملموسة على أرض الواقع؟ شوف، حقق بعض الخطوات المهمة. أولا الاقتصاد، الدولة الحكومة الفرنسية يعني اهتمت بالمسألة وسنت لها بعض التشريعات وبعض التسهيلات الضريبية،
وبالتالي الآن يوجد على الأقل توجد بعض المصارف التي تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. هذه المنتجات المالية منها على سبيل المثال المرابحة، وهي مطبقة وفق قانون يعني مؤصل ومنشور، يعني وفق انستريكسيون فيسكال يعني أصدرتها وزارة المالية الفرنسية، وهذا شيء فتح بابا مهما للمسلمين الفرنسيين، للمسلمين المقيمين في فرنسا. الآن هم فرحانين، يعني عندهم إحساس بأن الحكومة لبت مطالب جزء من المواطنين، وهؤلاء المواطنين عندهم الحق في امتلاء في الملكية، في ملكية تحترم مشاعرهم الخاصة، تحترم أخلاقياتهم. سي اونو دو لا ديموكراتيزاسيون دو لاكسي او سيرفيس فينانسيي. من هذا المنطلق شعروا بأنهم يعني لبت مطالبهم، وبالتالي هذا هي خطوة. يعني أنا لا أقول لك أنه الآن كل يعني التطلعات قد تم تحقيقها، لكن على الأقل ما تم تحقيقه الآن في فرنسا أكثر بكثير، وهذا غريب، أكثر بكثير مما هو موجود في بعض الدول التي تعتبر نفسها دول مسلمة. الآن هنا شوف البراغماتية الاقتصادية تدفع ناس حتى غير مسلمين إلى أن يلبوا مطالب الزبناء، بينما الانغلاق والجمود في دول مسلمة يمنعهم حتى من تلبية مطالب زبناء، مطالب شرعية، مطالب لا سياسية، مطالب لا علاقة لها بالسياسة، مطالب مجردة للدخول إلى لكسب رأس المال، لشراء منازل بطريقة تتوافق مع أخلاقياتهم، مع أخلاقيات بعض الزبناء. وعندهم الحق تكون عندهم أخلاقيات، تكون عندهم سلوكيات، عندهم اقتناعات مختلفة. ينبغي فعلا الإحساس بهذا الشيء وديمقراطيزير السيرفيس بانكير، يعني إعطاء الحق للجميع. أستاذ بشير، أستاذ بشير، يعني لو تسمح لي، يعني أنا أريد أن يفهم المشاهد الكريم يعني بطريقة مبسطة، يعني ما هي أهم المميزات التي تقدمها هذه المنظومة يعني لاقتصادات الدول سواء الغربية أو الإسلامية؟ السر في هذا الاهتمام يعود إلى المميزات الإيجابية للصناعة المالية الإسلامية. ودعني أقول لك فقط ثلاث مميزات، يعني تجعل أي إنسان موضوعي اقتصادي يهتم بهذه الصناعة. المميز الأول هو يعني الجانب، البعد إذا حبيت تسميه لا ديمانسيون إتيك، البعد الاقتصادي الأخلاقي في هذه المنتجات المالية. الجانب الثاني وخاصة الشفافية البنيوية، هناك المميز الثاني المهم في هذه المسألة هو ما يسمى بالتشارك في الأرباح والخسائر. يعني شوف، البنك الإسلامي يقد يعني إذا قيمة به بشكل دقيق ينقلنا إلى نوع من الرأسمالية التشاركية. دونك أو ليو ديتر دان زي ريلاسيون كريانسيير، أون ديفيان دان زي ريلاسيون بارتناريال. Cette relation partenariale تشاركية très importante pour l'économie. والمميزة الثالثة والمهمة هي الارتباط بالاقتصاد الحقيقي، وهذا فهموه الغربيين، وهو الذي قلت لك بسببه أيضا حتى مجموعة البنك الدولي تشيد بأهمية الصرافة الإسلامية كحافز للتنمية. أستاذ الاقتصاد بجامعة ستراسبورغ بشير ولدساس، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أستاذ فارس مسدور، ربما ما يمكننا استخلاصه من حديث الأستاذ بشير ولدساس أنه التمويل الإسلامي يدعو إلى التوزيع العادل للدخل والثروة. أنا أريد أن أعرف يعني هل ترى أن هذا المبدأ سيتحقق إذا فعلا الحكومة الجزائرية وفرت جميع الوسائل لإرساء هذا النظام هنا في الجزائر؟ يعني هو الواقع أن تكون هنالك فرص متساوية ما بين الناس للاستفادة من أموال البنوك المدعى من طرف الزبائن أو المودعين بشكل عام، لأننا نرى بأنه بعض التقارير توحي بأن المنظومة البنكية الجزائرية جعلت بعض الناس يعني يستأثرون بأموال البنوك بأموال طائرة جدا، نسمع بألف مليار وألف ومئتين مليار، يعني آلاف المليارات تقع في يد رجل واحد. البنك العالمي أصدر تقرير يقول بأن ما وزعه البنك المركزي الجزائري خلال خمس سنوات
33% وقعت في يد رجل واحد، وهذا خطير جدا. 33% في يد رجل واحد، وبالتالي كان نوع من الانتقاد للمنظومة البنكية الكلاسيكية الجزائرية التي جعلت أناسا يستأثرون ويأخذون هذه الأموال عوض أن توزع بشكل يعني عادل، ليس متساوي، بشكل عادل ما بين كل الزبائن. المنظومة الإسلامية أو المنظومة البنكية الإسلامية أو التشاركية ستمنح الفرصة لأبسط الناس أن يحصل على تمويل من البنك الإسلامي. يعني الإنسان الذي يحتاج إلى شراء سيارة، هذا لا يحتاج إلى أموال طائلة، يعني يكون من كبار الأغنياء من أجل أن يحصل على السيارة. السيارة أصبحت أمرا عاديا في المجتمعات العربية والإسلامية، وبالتالي يفترض أن في المجتمع الجزائري تكون يعني أكثر إتاحة لكل المجتمع أن يحصل على سيارة بتسهيلات تمويلية. وبالتالي صيغة المرابحة التي تعتبر صيغة ديناميكية قوية جدا تعطي نوعا من الفعالية للمنظومة المصرفية، والتي ستوسع من دائرة استهلاك المنتجات الوطنية. لأن تخيل أنت تعطي تقنية اللي تخلي الديناميكية داخل الاقتصاد الوطني، ولمن؟ للمنتوج الوطني عوض المنتوج الأجنبي. أكثر من صيغة استخداما. نعم، من قبل كان دراساتنا تقول بأن 70% من التمويلات التي يعني توزعها البنوك الإسلامية هي في صيغة المرابحة، وهذا نظرا لغياب التغطية القانونية التي تسمح للبنك أن يشتغل في أريحية كاملة. بنك البركة مول عملية كبرى ودخل في مشاكل مع الناس نظرا لكون الغطاء القانوني كان ضعيفا، وبالتالي هذه أموال المودعين ولا بد أن تحمى من طرف البنك المركزي الجزائري بنك الجزائر، وتحمى أيضا من طرف البنوك الإسلامية على اختلاف أشكالها. نعم أستاذ نصر حيدر، نزلنا قناة نوميديا نزلت إلى الشارع، رصدت آراء بعض المواطنين حول يعني رأيهم حول الصرافة الإسلامية. أحدهم يعني أبى بصراحة أن يظهر في الكاميرا، يقول أن مبدأ العدل والرحمة لا تتوفر يعني في جميع البنوك الإسلامية. يعني ربما قال أنه بعض البنوك الإسلامية أكثر توحشا يعني من الرأسمالية الغربية، نظرا ربما لنسبة الفائدة الكبيرة التي تأخذها مقارنة بالبنوك التقليدية. كيف تردون أستاذ؟ هذا كلام غير صحيح، يعني وهذا ما يشاع يعني في حول البنوك الملتزمة بقواعد الشريعة أمر مبالغ فيه، بالعكس هو الصحيح. يعني في عقد مرابحة مثلا كما تفضل الدكتور فارس، ولا عقد البيع بالتقسيط، ولا أفضل يعني حتى احنا في مصرف السلام تدريجيا أحللنا منتج البيع بالتقسيط والبيع الأجل محل مرابحة، حتى نبعد هذه المقولة أن البنوك الإسلامية لا تشتغل إلا بالمرابحة، كأنه يعني العقود الشرعية كلها مختصرة أو مختزلة في المرابحة. فعلا هناك يعني سلة واسعة من العقود ومن الأدوات ومن المنتجات المستلهمة من قواعد الشريعة التي تفي بكل احتياجات التمويلية. في عقد مرابحة أو بيع آجل وبيع بالتقسيط الثمن محدد وهامش ربح المصرف محدد. فإذا قلنا مثلا أنه تحدد سعر البيع في البيع بالتقسيط على السيارة مثلا على أساس عائد سنوي على رأس المال كمؤشر كأداة قياس أو تحديد الربح، اللي هو مثلا 8% سنويا أو 9% سنويا، يعطينا مثلا هامش ربح لمدة 4 سنوات مثلا قدره 300,000 دينار مثلا. فإذا تم التسديد في 4 سنوات كان 300,000 دينار كليا وأصبح العائد ويبقى العائد 9% سنويا. إذا تم التسديد مثلا في 8 سنوات في تأخر في السداد، البنك طبعا من حقه شرعا وقانونا أن يباشر كل إجراءات تحصيل مستحقاته، لأن أموال المودعين لابد من المحافظة عليها والبنك مضارب فيها. ولكن حتى إذا هناك فتوى ومعيار شرعي يسمح للبنك بأن يفرض ما يسمى بغرامة التأخير أو إلزام المدين المماطل، أقول المماطل وليس المعسر، بدفع هذا الغرامة أو بالتبرع لسبل الخيرات، فهذه الزيادة يأخذها المصرف حتى يبقى العائد مثلا 9% تدفع، لا يحق للمصرف أن يأخذها في عوائده وإنما تصرف في الأعمال الخيرية في صندوق الخيرات. فإذا أخذنا هذا المثال، كم العائد على المصرف؟ هو 4.5%، بحيث أنه العائد بالنسبة للمصارف الإسلامية، المصارف هذه تتعرض لما يسمى مخاطر العائد، خاصة في عقود البيوع، لأن في عقود البيوع لا تحل ولا تجوز زيادة مقابل الأجل، فقط المدينين أو المتعاملين المتعثرين بدون وجه حق ما يسمى بالمماطلين
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعاقبون بإلزامهم بالتبرع للأعمال الخيرية. نعم. ومن ثم القول أن المعاملات المصرفية الملتزمة بقواعد الشريعة يعني أكثر غلاء وأكثر كلفة من نظيراتها التقليدية، أنا أقول العكس هو الصحيح. ومن باب أولى عقود المشاركة المشاركة يعني في تقاسم للمخاطر المشروع، ومن حق المصرف مثلا أن يكون له حصة في الربح، فإذا كان الربح كبيرا فمن حق المصرف أن يكون حصته في هذه الربح كبيرة، ولكن مقابل علاقة طردية يعني. مقابل موافقته على المشاركة في الخسائر إن وجدت. فكل ما ازدادت المخاطرة كل ما ازداد العائد، وهذا معروف في العمليات المصرفية. لو تسمح لي يعني دكتور حيدر، يعني لو تسمح لي أن نرصد بعض الآراء الأخرى من الشارع الجزائري حول الصرف الإسلامي. نهضوا عن المصارف الإسلامية في الجزائر، من بينهم بنك السلام ولا بنك البركة ولا بنك، كاين بزاف دي بنك زعما يزول لونسي لو برودوي إسلاميك. أنا نقول أنا متعامل اقتصادي، نخدم هذا المتعامل الاقتصادي، نقول بلي هاد الناس اللي تقول بلي هاد التعاملات الإسلامية ما عندهم حتى علاقة مع التعامل الإسلامي. البنوك الإسلامية هي في الشريعة البنوك الإسلامية، لازم البنك الإسلامي يدخل مع المتعامل الاقتصادي يكون معاه شريك في الربح والخسارة. بصح حنا نشوفوا بلي البنوك هذه راهي تكون شريك غير في الربح، الخسارة ما كاش بنك اللي يخسر معاك. والعفسة هذه داروها بنك السلام كما يقول لك شغل انتك، وشنو هي العفسة؟ شغل اللي ما شغل كان يقدروا يكتفيوها شوية برك للطونش الأولى، بس طونش الأولى 60% وماك تقعد 30-40% برك باش تلحق البري ديالها، اسمها قادر تزيد 40% وتكمل الآخر ديالها وتشريها كاش. اسما لو كان يقدروا ينقصوا غير شوية هذيك من الطونش الأولانية هذيك. وشنو كاين عدد احنا كيف نقولوا لي كليون عدد كبير وعدد الموظفين قليل، يعني الكليون كيجي هنا دي فوا نبقاو نستناو بربع سوايع صافي. احنا لو كان نطلبوا يعني شويه عدد الموظفين يكون شويه العدد تاعهم شويه زايد، هذا واش بون نفهموا التنظيم ما كاش باسكو كاين ان سول اجونس هنايا او نيفو دو الجي كاع اللي هي هنا في دار ابراهيم، يا حبذا لو كان يكونوا فرع وحده اخرى باش تنقص لا شارج على لاجونس هذه تاع دال ابراهيم. يعني هما يقول لك باللي البنك الاسلامي هدايا ما فيهش ربا، صفر ربا، يعني كان يشرحوا لنا الوضعيه كيفاش راح تكون. وشكرا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ نصر حيدر، يعني ما حكايه هذه 60% كشطر اول؟ لا، هو القضيه في بالنسبه مثلا بيع بالتقسيط على السيارات، القانون يلزم البنوك كلها ان تاخذ بعين الاعتبار موارد او مداخيل المتمول، يعني الذي يستفيد من البيع، فلا يجوز ان يكون القسط الشهري يتعدى مثلا 30% من مدخوله الشهري حتى لا يقع فيما يسمى بالاستدانة المفرطة. فإذا كانت المداخيل محدودة فالمبلغ الذي يمكن البنك أن يعني يساهم فيه في العملية والباقي يعتبر دفعة مسبقة من المتعامل، يعني هذا 60% هو الأصل تكون 30% أو 20%، ولكن إذا كانت المداخيل تسمح. أما إذا لم تكن المداخيل تسمح فحتى لا نتعدى ما يفرضه القانون لابد أن تكون الدفعة الأولى التي يقدمها المتعامل أكبر حتى نقعد في حدود، نبقى في حدود 30% من القسط الشهري الذي يقتطع تسديدا لدين البيع بالتقسيط. فهذا الموضوع يعني ما هوش يعني ثابت وإنما حسب كل حالة بظروفها. قضية أنه يعني الشبهة هذه أنه البنك فقط لابد أن يتعامل بالمشاركة، هذا يعني خطأ في فهم صيغ التمويل أو صيغ التعامل الملتزمة بقواعد الشريعة. كما قلت هناك صيغتين كبيرتين، صيغة عقود المعاوضات التي تكون بالبيع، أنت لما تبيع شيء بالأجل من حقك أن يكون سعر البيع أعلى من أن تبيعه بسعر الحال، ولما تبيع أنت تتحمل مخاطر السلعة إلى أن تبيعها وتنقل ملكيتها وتسلمها للمتعامل، فإذا تسلمها المتعامل انتقلت مخاطرها إليه وبالتالي له الحق في أن يستفيد منها بخراجها وضمانها. هنا البنك يتحمل المخاطرة لأنه لو كان ما تجيش السلعة، لو كان لا يتسلم السيارة من الموزع لا يحق للبنك أن يطالبه بالسداد، خلافا للبنك التقليدي سواء أنت سلمت السلعة أنت لم تتسلمها يعني وصلتك لم تصلك فأنت ملزم برد القرض بفوائده. أما في المعاملة الملتزمة بقواعد الشريعة البنوك هذه الإسلامية فلا تطالبك بالسداد إلا بعد أن تسلمك ما باعتك إياه.
يعني أو أجرتك إياه أو صنعته لك في عقد الاستثناء مثلا. هذه الصيغة الأولى ولا ليست فيها يعني تقاسم الربح في الخسارة بعد نقل الملكية، إنما فيها تحمل مخاطر البضاعة وما يسمى فقها، يطلق فقها تحمل تبعات هلاك البضاعة عملا بقاعدة الخراج بالضمان. أما الصيغة الثانية كما شرحتها فهي عقود المشاركة والمضاربة، أن يدخل البنك الشريك ويتقاسم حين ذاك مخاطر المشروع، إيجابية وسلبية المشروع ونتائج المشروع سواء كانت إيجابية أو سلبية. نعم أستاذ، ربما لضيق الوقت لا يسعنا أن نرد على جميع استفسارات المواطنين، فعذرا لذلك. أستاذ فارس مسدور، ما هي أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية هنا في الجزائر اليوم باختصار؟ والله شوف، أولا البنك الإسلامي ليس جمعية خيرية باش يفهموا المواطنين الأكاذيب، وهو يعني يتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية وبمعايير تقنية محضة ومعايير اقتصادية، الجدوى الاقتصادية. الجانب الثاني أن البنك الإسلامي دراسته هي دراسة معمقة، لماذا؟ لأنه يدخل في المعمعة حقيقة. أما البنك الكلاسيكي يعطيك قرضا وترد الفائدة، وإذا تأخرت الفائدة على الفائدة ورأس المال وهكذا. التحديات الآن نحن مطالبون بأن نطور المنتجات المالية الإسلامية بما يتوافق مع حاجات المجتمع وبما يتوافق مع المشاريع الكبرى للدولة الجزائرية. يمكن أن نتكلم عن الصكوك الإسلامية التي تكون بديلا عن سندات القرض السندي. الذي يعني كان قرضا ربويا ورفضته، يعني عن دور الصك يعني في التنمية كبديل للسندات بالطبع. وهذا يعتبر تحدي كبير جدا للدولة الجزائرية حتى تمنح الفرصة للمواطنين الآخرين، ونسبتهم كبيرة جدا، أكاد أقول 99% من المواطنين لا يرضون تماما بالتعامل الربوي، وبالتالي تمنحهم عن طريق الصكوك الإسلامية أن يحصلوا على إيراد معتبر وتمويل دولتهم والمشاريع الكبرى للدولة الجزائرية. الجانب الثاني، لابد أن تنظر المصرفية الإسلامية لأولئك الذين لديهم مشاريع صغيرة ومصغرة، وكانت هنالك تجربة الأستاذ حيدر في ممكن جدا في حلقات قادمة نتكلم عن التمويل الأصغر والمصغر المبني على قواعد الشريعة الإسلامية، والذي سيستجيب لحاجات الكثير من الشباب المتخرج من الجامعة، الحرفيين المتخرج من التكوين المهني وغيرهم من أصحاب الحرف التي نحتاج إلى إعادة بعثها في بلادنا. نعم، شكرا لك سيدي فارس مسدور، شكرا لك أيضا أستاذ نصر حيدر. الشكر أيضا موصول لضيفي من باريس، الأستاذ محمد بشير ولد الساس أستاذ الاقتصاد بجامعة ستراسبورغ، والأستاذ سعيد بوهراوة كبير الباحثين ومدير قسم الشؤون البحثية الإسلامية بالأكاديمية العالمية بماليزيا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا أمل أن نلقاكم في عدد آخر. تقبلوا مني هذه التحيات، وإلى عدد آخر في أمان الله. We'll be right back.